مو قلت لكم شهر الرابع هو شهر الزواجات بالعراق، ما شاء الله كلها تزوجت المشاهير، واليوم خبر الموسم قنبلة، هذا اليوم هو خطوبة زينب بنت الديوانية. قبل الخطوبة شوفوا شكلها شلون تغير، وهذا هو خطيبها اللي بصفة طلعوا وياها باللايف. راح تقولين ايش راح يحصل من عندها؟ راح يحصل من عندها طشة، وهي خطيب ان شاء الله يكون الولد ما يضحك عليها، وفعلا مثل ما حلفت وحكت باللايف انه هاي الخطوبة صحيح وراح يتزوجها. اذا ما الولد عشيرته وهله راح يتبرون من عنده، وما يفهمون انه سالفة طشة ما طشة. احنا اللي علينا سويناه وقلناه، واخر شيء لازم نقوله دائما مع قرارات الزواجات اللي هو منك المال او من المال ومنك الطشه. سالفه العيال صارت قديمه. قرب الزواج روح ناخذ انت، ما تلحق كيفك. هاي شنو هاي؟ مو بكيفك سرمه كذا طالع لواحد. هاي شنو جوني خربونه؟ هسه واحد بالله انا احكي خربونه. لا يخربك انت، اسمع لي انت شلون هاي شلون هاي والله يا خرب الذوبه. هذا جو شو اسمه سرمه يقول لي خرب. يا سرمه يا سرمه حركي سرمه، انت كل ما عليك تشير لي الحيدر ريوس جيب لي اياه. يقول حيدر ريوس ادي بعد هو من الصبح لسه كسه، وقال زينب ما طبون العمليه لا ما تعقدين طبين وتخربين. سلمى ما لي من غيركم تصبقون ليشان الخطوبه اليوم جابوني محبس من ذهب وقلاده قدموني ليشان الخطوبه اليوم لو تاقف شهدوني بقى على راسك حيل عيدوي بقى على راسك حيل عيدوي بقى على راسك حيل عيدوي بقى على راسك حيل عيدوسي. انتوا شوفوا اليوم جابوا اصلا عيله مع بعض، عيله مع بعضينا يا حيدة. يكون يضايقون لا حبسي يشان الخطوبة اليوم جابوني. وين هايدا؟ صار الدكتور كمل تفاصيل كمل تفاصيل. وين نروح وراها؟ شكرا ما نحكي نوصل لكم، لازم تتابعون بعد تابعوا البث. العملية وين؟ شارع المغرب. شارع المغرب هذا سرمون بالعظمية. شارع المغرب العملية راح نوصل مستشفى. يا ليش؟ سرمد حتى سرمد انا لعب السماعه صعدتك، هم احنا مشغلين اغاني عم انت اذا صعدت وياهم ما يسمعون. يوجد وجه كنا جمريه يوجد وجه. شلون اختفى؟ راعي ملابس. شلون تخرب الزواج؟ رايحين نعقد احنا هسه. شنو يخرب الزواج؟ جوني يحبني ويموت عليه مو صحيح. شنو يخرب الزواج؟ شنو يخرب الزواج؟ شنو على اساس الله يسلمك مع السلامه مع السلامه. حد ما يكمل البيت أسرع سوى ناحية الترتيب. والله العظيم أنا فرحت لهم مع العلم. أنا شنو جهالي جوني وين؟ شنو قرايب زينة؟ أنا حتى دزيت له خطابة طبعاً للفيديو هذا دزيت له سوى عمارة. راح نعيش ببغداد. بس أنا شفت اسمه ما يبغى جواني. هو قال أنا أنقلهم ينقلهم ونعيش ببغداد. شوف اسمه حلوة. أنا ما أعرف جهالي. هاي جوني قدام. مو صحيح جوني لو لا؟ متفقين. المستشفى هسه راح ننزل المستشفى وباقيين بالبث احنا راح نشوفكم. شباب راح نوصل المستشفى. نحن نقول راح نوصل المستشفى احنا هسه. شوف الدكتور الايراني شايبة صلوات صلوات محمدة وراها. صلوا على محمد وصلوا وراها. نروح الكاظمية خلصوا نروح الكاظمية على مود نلبس حلقات هناك. انا متفقه وياها قدام البيت. متفقه وياها جوني. انا اذا بجهاله انا احنا كل واحد بحاله. ما شوف بعد العام تخرب. وين؟ عايشه. يعني انت تضحك كل شيء على وجهك.
يعني حقيقة ما أعرف زينب بالديوانية كل النسوان ينزفن بسيارة بها حظ، حتى إذا كانت العائلة فقيرة وما تملك لازم واحد صديق يتبرع من المنطقة ويزفهم بسيارة زينة. زفت زينب بالديوانية الوحيدة بسايبة، أدري صاعدين ثلاث نفرات بسايبة ومختنقين ناس بحض الناس، يعني لا تجيبين الحكي النفسي. زينب تعرف شنو موضوع العملية والدكتور قبل الزواج؟ يعني ما أعرف، الناس تروح تحلل دم وما تروح تحلل سوى عملية. فالفكرة بالموضوع انه شيء حلو لما انه وعدها بالزواج، بس انا وانتم كلكم تدرون انه مسألة وقت، وتطلع زينب بالتديوانية تبكي وتقول خويا جوني اسمه ضحك علي وطش براسي وعافني ومن هذا الحكي. انتم شو تقولون؟ اكتبوا لي رايكم بالتعليقات. الله يسلمك. حد ما يكمل البيت اسرع سوى ناحية الترتيب. والله العظيم انا فرحت لهم على انا مالك جهالي جوني وين شنو قايد زين. انا حتى بزيت الخطابه طبعا الفيديو هذا بزيت الاسمان ما راح نعيش ببغداد بس مش بغداد راح نروح نعقد انت متل كيفك عشان هاي مو بكيفك سرب بس طالع لواحد جوني خربونه واحد بالله عليك ورا نحكي خربونه لا خربك فاتح عليك جوني شلون هاي والله يا خرب الزوبه هذا ايش اسمه يسلم يقول لي خرب يا سلم يا سلم وحركي يا سلم انت كل ما عليك تشير لي حيدر ريوس جيب لي اياه يقول حيدر ريوس هدي هدي بعد اول نص الصبح لسه كسه وقال لي زينب ما طبون العمليه لا ما تعقدين طبين وتخربين سلمى قال ما لي من البصار الدكتور كم التفاصيل سلمى تعال سلمى وين نروح وراها ما نحكي والله لكم لازم تتابعون بعد تتابعون البث وين شارع المغرب شارع المغرب بالعظميه شارع المغرب العمليه راح نوصل المستشفى يا ليش سرمد حتى سرمد انا لابس سماعه صعدتك هم احنا مشغلين اغاني عندنا اذا صعدت وياهم ما يسمعون يلبسون السماعه كنا جمريه يوجوج شلون اختم راعي الملاعب شلون تخرب الزواج رايحين نعقد احنا هسه شنو يخرب الزواج جوني يحبني ويموت عليه مو صحيح شنو يخرب الزواج شنو يخرب الزواج شنو على اساس راكم صبقون نيشان الخطوب اليوم جابوني محبس من ذهب وقلاده قدموني نيشان الخطوب اليوم جابوني تعقر شهدوني بقى على راسك حيل حيدوي بقى على راسك حيل حيدوي بقى على راسك حيل